خليني اقول لكم بقى، نروح لمنتخب مصر. والنهارده منتخب مصر استقال طائره خاصه وسافر الى الامارات، عشان طبعا المعسكر المنتخب هناك اللي يعني هيبدا من بدايه من النهارده لغايه يوم 16، ده وصول منتخب مصر الى الامارات العربيه الشقيقه. كابتن عامر حسين هو رئيس البعثه، كابتن حازم امام المشرف على المنتخب، روي فيتوريا الجهاز الفني والاداري، غرابه المدير الاداري زي ما انتم شايفين الجهاز الفني طبعا والاداري والطبي، وكابتن ايمن عبد العزيز مدرب المصري في الجهاز الفني. اللاعبين طبعا موجودين اللي احنا كنا قلنا اساميهم خلال الفتره اللي فاتت، مجموعه مميزه جدا من اللاعبين في المنتخب. ده وصول المنتخب الى الامارات لبدايه المعسكر التدريبي والماتشات الوديه اللي هيلعبها المعسكر، ماتشين مهمين. دكتور محمد ابو العيله طبيب المنتخب واللاعبين اهو، طارق حامد وعمر كمال عبد الواحد ومحمد الشناوي ومحمد ابو جبل وعلي جبر ومحمد هاني وحمدي فتحي، مكتوب اهو مطار العين الدولي يعني نزلوا على مطار العين على طول. محمد مراد منسق الاعلامي لمنتخب مصر اتحاد الكوره، محمود حماده، ياسر ابراهيم، محمد حمدي، ان شاء الله يكونوا ماتشين يعني مفيدين لمنتخب مصر. زيزو، تريزيجيه، مروان عطيه، محمد عبد المنعم، مروان حمدي، فتوح، محمد صبحي حارس المرمى، كل العناصر هي موجوده. واعتقد ان محمد صلاح يعني هينضم للمنتخب في الامارات، يعني هينضم، هو هيجي من انجلترا على الامارات على طول دايركت عشان ينضم لمنتخب مصر. ده تحسين الشحات واحمد سامي. يعني الحمد لله البعثة وصلت والكل موجود، وزي ما قلت لكم محمد صلاح هينضم للمنتخب هناك في الامارات، وماتشين حلوين، ماتش مع منتخب زامبيا مدرسة بقى الأفريقية التقليدية، منتخب الزامبي والكرة السريعة، ومنتخب الجزائري القوي. يعني طبعا منتخب الجزائر من المنتخبات القوية جدا في أفريقيا في الفترة الحالية. ده تدريب الأول النهاردة لمنتخب مصر أهو، اللعيبة بتعمل زي كده استريتشات قبل التدريب عشان تشيل الإرهاق بتاع السفر والطيارة. تدريبات استريتشات كده للعيبه قبل بدايه التدريب. روي فيتوريا اهو بيظبط الملعب وبيشوف الوحدات التدريبيه اللي هيعملها، كابتن حازم امام، كابتن عامر حسين رئيس البعثه عضو مجلس الاداره، وكابتن حازم امام المشرف على المنتخب الجهاز الفني. كل واحد طبعا يعني بيبقى محضرين بقى التدريبات والوحدات التدريبيه اللي هيعملوها. طبعا تدريبات المنتخب ما بتبقاش قوية بدنيا عشان انت بتيجي يومين ثلاثة وتلعب مباراة ودية، عندنا ماتش يوم 12 مع زامبيا. ان شاء الله الجماهير المصرية هناك في الامارات هتلاقيها يعني مالية المدرجات وبتتفرج على منتخب مصر ونجوم منتخب مصر، وان شاء الله نعمل ماتشات كويسة، والماتشات دي في اطار الاستعداد لبطولة امم افريقيا. خلاص احنا عندنا المعسكر اللي احنا فيه دلوقتي بتاع شهر 10، وعندنا معسكر شهر نوفمبر، المعسكر الشهر الجاي، وبعد كده خلاص هيبقى في المعسكر الاخير بقى اللي هو الاسبوع او العشر ايام اللي قبل بطوله امم افريقيا في الكوديفوار. وعندنا ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي هتبقى القرعه بتاعه بطوله افريقيا، هتتعمل القرعه من الكوديفوار، وهنعرف المجموعه اللي منتخب مصر هيقع فيها وهتكون مجموعته في بطوله امم افريقيا ان شاء الله. عناصر مميزة اختارها مستر فيتوريا بصراحة، يعني عناصر كلها مميزة. عمر كمال عبد الواحد زي ما انتم شايفين في الصورة، حسين الشحات تألق مع الأهلي الفترة اللي فاتت، عمر تألق مع فيوتشر،
علي جبر مع بيراميدز، تريزيجيه في الدوري التركي، طارق مع نادي ضمك السعودي عامل ماتشات كويسه جدا في الدوري السعودي، فتوح بعد العوده من الاصابه عمل ماتشين مع الزمالك جامدين جدا، ماتش ارتا سولار وماتش البنك الاهلي، زيزو تالق في الماتشات الاخيره برضو لنادي الزمالك سواء ماتش ارتا سولار او ماتش البنك الاهلي، مروان حمدي مع المصري برضو متالق الفتره الاخيره، ابو جبل حارس المرمى، الشناوي متالق مع الاهلي، محمد حمدي الظهير الايسر لبيراميدز، محمد عبد المنعم، يعني مجموعه مميزه جدا جدا من اللاعبين اللي اختارها يعني بصراحه فيتوريا مع منتخب مصر في المعسكر الحالي، وجهاز المعاون اهو كابتن ايمن عبد العزيز والجهاز الاجنبي يعني بيتكلموا طبعا قبل بدايه اثناء فتره الاحماء بالنسبه للاعبين.